مازال ما طاحش النظام تعبان عليه، مازال لحد الان اللي هو مازال واقف على رجليه ويسير في البلاد، فهمتها؟ ولحد الان معناها من 14 جان في 2011 لحد الان ما صار حتى شيء. لو كان جت الدوله معناها متوليه هي بال 24 ولايه راه ما يصيرش، لكن الدوله مش متوليه هي، متوليه بالكراسي في المجلس التاسيسي في التقسيم نتاعها، تقسيم التركه كما قلنا احنا، تقسيم الارث اللي هو عملوه بن علي وزاد الحب وزاد يعملوه هما تو تقسيم الارث ما بيناتهم الاولى، الثاني تقسيم البلاد، البلاد كل واحد ناخذها على البلاصه اللي حب عليها، والثالثه سد باعها البلاد من غير نحكم معناها مبينه تو الامور تو في القصرين ما صار حتى شيء، وبالعكس زاد تعكرت الامور تو، فهمتها؟ وعود كذبة معناها كلام معناها ما ثمش منه، وظلم برشا ذا معناها يزيش معناها احتقرونا معناها بعد الثورة، يزيش معناها تلوحنا بعد الثورة برشا. نحن السلفية في القصرين، شفت السلفية في القصرين، عندنا السلفية عادي، عندنا سلفية عاديين، فهمت؟ عاملين لحية وعنده بسكليت يهبط يمشي يقضي بها ويدور بين العباد وعايش في نط وراش القصرين، معناها لا ثم لا لا سلاحات لا حتى شيء، فهمتها؟ حكيت السلفية الجهادية ذي ما ثمش أصل، وكيما معناها قاعدين يحكوا في التلافز، حديث التلافز وبينا معناها حديث التلافز كيفاش؟ اللي هو القاصرين رانا شادين جماعه مسلحه وجماعه ومدري شنية وجماعه، يا ولدي القاصرين هاي تهرب في الكونترا وتخدم ومدور الاقتصاد نتاع البلاد، شنية تجيب سلاحات وش تعمل به؟ الحرس والبوليسيه في البلاد، في القاصرين في البلاد حيزور حينور بساتين حينخضر في البلاد، ما ثماش اصل الحرس نسمعوا به كان في التلفزه، نتفرجوا عليهم في التلفزه اللي هما شادين لشبيل سب البارح الشهداء الجبال، نحن هنا نطلعوا للجبال، نطلعوا للجبال بالله الكل، نطلعوا لجبال السلوم، نطلعوا جبال الشعامبي، نطلعوا للجبال ظل مريقل، ظل نطلعوا ندور واحد وما ثم حتى شيء. شنو يولوا كي يطلعوا هما معناها تطلع يطلعوا هما الجيش ويطلعوا هما الحرس يولي معناها كرطوش يولي حمزة سيحي هذا يسكن هاي زور قاعد هو صاحبه على سونتر من الدورين بتاع الحارس نورمالمون تحبس ولا حاجة، هما شافوهم بلاصة كيما الزيتون هو طول شاغل وقتها قناص خاطرو ضربوا عبعد كيلومتر ثم، وثم البكوش الآخر في قرية البراتلية مسكين هز القفة ما يسمعش أكيد ما يسمعش حتى عايش ليه ما يسمعوش، كان يقضي هما الحوانيت العطارة بعيد عليهم ياخذوا نقل ريفي يمشي يقضي، ومن بعد كنا يكمل السيق ما يقارب 4 كيلومتر 5 كيلومتر باش يوصل للدار، هو مروح للدار والطريقه تعرض الدورين نتاع حرس برويلي لابسين الكاكول طول من البعيد قف قف، هو مسكين ما يسمعش بكوش على طول طول حتى كان شايفهم ظني يحبس ليهم.